فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا خرجنا إلى البر فأقامت مجموعة منا صلاة الجمعة في البر، فهل صلاتنا صحيحة؟ لا، لا صلاتكم ولا صلاتهم، لا تصلون جمعة في البر. الجمعة إنما هي في الحضر وفي البلد، لا تصلى في البر. نعم. فضيلة، بعضهم يقول يوم الجمعة ما عليه إلا ركعتين، يوم اعتبرها جمعة ولا ظهر ما عليه إلا ركعتين. لا، ما هو عليك إذا صليت الجمعة مع الناس لا بأس الجامع، أما إذا صليتها إذا لم تصلها مع الناس يجب عليك الظهر، يجب عليك صلاة الظهر. نعم.